ABC مثلث نعتبر النقاط C و D و H بحيث نرسمها في الشكل هذايا باش من يعني باش يبان لي اش كندير ABC مثلث نرسمها في الشكل بسيط نعتبر النقاط C و D و H بحيث هاد النقطة عندي هنا هاد العلاقة رقم واحد جي A زائد جوج جي B زائد جي C كتساوي المتجه المنعدمة هادي كتعطينا واحد الفكرة إذا جمعت المعاملتين واحد زائد زوج زائد واحد هي أربعة تخالف الصفر إذا نقدر نقول أن جي مرجع النقاط المتزنة أ واحد بي زوج و سي واحد مزيان دي منتصف أ سي دونك هذه فكرة كذلك ثم أش مرجع النقاط المتزنة إذا السؤال الأول بين أن جي هي منتصف بي دي بين أن جي هي منتصف بي دي إذا غنطلقوا من هنا دونك لدينا باش العلاقة الأولى جي أ زائد جوج جي بي زائد جي سي كتساوي منتجة منعدمة والمعاملات واحد زائد جوج زائد واحد تساوي أربعة هي تخالف الصفر ياك ضروري نقول هذا الشرط هذا إذا عندي جي مرجع وشنو مرجع أ هنا ندير نغمة متزنة أ واحد إما نكتب أ واحد هو بي واحد أو بي زوج إلى غير ذلك ولا ندير بحال هكا نظمة متزنة بي زوج ثم سي واحد مزيان شنو قلت عاود هنايا دي منتصف أ سي دي منتصف أ سي شنو كتعني باردون يعني دي أ زائد دي سي كتساوي واحد زائد واحد يخالف الصفر واش كتعني هذه ان دي مرجع نقدر نقول هذه ديريكت هذه نقدر نقول هذه الحق نقول هذه ديريكت دي مرجع ا واحد بنفس الوزن ولا ا المهم خص يكون نفس الوزن ودي واحد صحيح نقدر ندير ا جوج دي زوج 10 دي 10 الا ضربت في نفس العدد ما كتغيرش يبقى يعني المرجع صحيح إلا كان مثلا هنا جي مرجع سي واحد بي جوج أ واحد إلا ضربت هنا بزوج 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 تبقى صحيحة جي كذلك مرجع سي جوج بي ربعة أ زوج إلا ضربت في شي عدد حقيقي راه كتبقى صحيحة ياك كيبقى نفس المرجع مزيان ألوغ كاين واحد الخاصية كتسمى الخاصية التجميعية حسب الخاصية التجميعية شوف هنايا أ واحد سي واحد نقدر نجمعهم في الدي علاش لأن الدي مرجع أ واحد سي و دي شنو مرجع أ سي أنا راني غلطت دي أ زائد دي سي وهي هاديك دي سي واحد صحيح أنا راني غلطت سي دي مرجع أ واحد و سي واحد شي أنا راني غلطت دونك شوف دي أ واحد سي واحد يعني أ واحد و سي واحد نقدر نجمعهم في الدي خاصية تجميعية اش كتقول خاصية تجميعية نعاود لها نخرج الا نسيتوها الا كان عندي جي مرجع ا الفا بي بيتا سي جاما كان عندي هذا الشرط الفا بي زائد بيتا زائد جاما يخالف الصفر باينة و الا كان عندي الفا زائد بيتا مثلا يخالف الصفر كذلك الفا زائد بيتا وعندي واحد النقطة مثلا دي مرجع ا الفا و بي بيتا يعني هاد الجوج نقدر نجمعهم نقدر نقول ان جي مرجع وشنو هاد الجوج نجمعهم في الدي لان الدي هو المرجع نتاعهم كنجمعهم في المرجع ديالهم مرجع الدي ولكن كندير الوزن كيد الفا زائد بيتا المجموع ديال الوزن و سي جاما تفقي مفهوم هاك نطبقوا هاد الخاصيه هنا لاحظ عندي جي مرجع ا واحد بي زوج سي واحد وعندي الدي مرجع ا واحد و سي واحد يعني نقدر هاد الجوج نجمعهم في الدي اذا حسب خيط التجميعيه اللي لدينا جي مرجع وشنو دي شحال الوزن تاعها واحد زائد واحد يعني زوج و بي زوج
صافي مزيان. دونك الشكل نخليوه تما حسب اللي تحتاجو. الوغ الا كان عندي جي مارجين حاجه شي واش كتعني؟ يعني نقدر ديريكت نقول جي منتصف بي دي ديريكت، وعلاش؟ لان مرجع نقطتين بنفس الوزن، ملي كيكون بنفس الوزن كيكون منتصف. نقدر نقول ديريكت اذا جي منتصف بي دي. ونقدر الى بغيت نقولها ديريكت شنو غادي ندير؟ نقول يعني الا كان جي مرجع يعني جوج دي جي زائد جوج عفوا جوج جي دي. خاطر دي جي ماشي مشكل ولكن خصني نقول وحده اخرى زائد جوج جي بي. يعني الى ضربت واحد على جوج كلشي تبقى جي دي زائد جي بي تساوي متجاوره العادمه، يعني جي منتصف. راني جاوبت على التمرين بين ان جي منتصف بي دي. صافي جاوبت عليه. الوغ نمسحو هاد الشيء هذا. دونك جي منتصف بي دي، دي منتصف اس هي، وجي غتكون هنا. صافي. السؤال الموالي بين ان جي اش السي متوازن اضلاع، دونك خصنا نبينو. ها هي نكتبها حدايا جي اش سي الله واش خصني نلقى باش يكون جي اش سي متوازن الاضلاع. خصني نلقى مثلا جي اش كتساوي سي ا، ممكن اولا نلقى مثلا اش جي كتساوي ا سي، اولا مثلا نلقى جي ا زائد جي عفوا وي جي ا زائد جي اش كتساوي جي سي الى غير ذلك. يعني وجود علاقه ولا نبين ان القطرين يعني جي ا واش سي عندهم نفس المنتصف الى غير ذلك. يعني هناك عده وسائل باش نبين انه متوازي الاضلاع. اذا حنا غادي نشوف واش غندير من المعطيات السابقه. نجبدوا المعلومات نشوف مثلا نحسبوا جي اش. جي اش شنو كتعطي جي اش من المعطيات السابقه؟ اش مرجع وشنو؟ سي ثلاثة مرة نكتب ديك النعمة، أ خمسة، بي زوج، سي ناقص ثلاثة، اش كتعني هادي؟ أنا لأن أش ما عندي حتى شي علاقة نتاع أش، ما عدا هذا خصني ندخل أش، دونك نستعمل هاد المرة، يعني خمسة أش أ، زائد جوج أش بي، ناقص ثلاثة اش سي متجه المعادله. الوغ خصنا نحيد من هنايا بزاف ديال الحوايج، خصنا نلقى غير جي اش ولا سي ا. شكون اللي باينه نديرو جي اش لان عندي اش تما كنخصني ندير جي اش. مزيان. الوغ الى دخلنا هنا جي 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 فيهم كاملين شنو تولي؟ خمسه اش جي زائد خمسه جي ا زائد جوج اش جي زائد جوج جي بي ناقص ثلاثة اش جي ناقص ثلاثة جي سي. يعني بحال اللي استعملت علاقة شال ونشرت في دقة واحدة. خمسة اش ا زائد ا اش جي زائد جي ا نشرتها، زوج اش جي زائد جي بي هي نشرتها، ناقص ثلاثة اش جي زائد جي سي هي نشرتها. خمسة اش جي زائد جوج اش جي هي سبعة اش جي، ناقص ثلاثة اش جي شحال هي؟ 4 اش جي. الوغ الاخرين 5 جي ا 2 جي بي ناقص 3 جي سي. جي ا 2 جي بي جي سي هادو بعدا نقدر نحيدهم، نقدر نحيدهم نقص شي شويه لان هي عندي هاد العلاقه، نقدر نقص منها شي شويه. جي ا 1 جي ا مع 2 جي بي مع 1 جي سي غادي تمشي تفقي. ممكن نكتبهم ماشي مشكل دابا. 2 5 عفوا 5 جي ا زائد جوج جي بي ناقص ثلاثة جي سي تساوي متجاوز العادمة. إذا واش خصني ندير؟ خصني نخلي غير اش جي و ا سي ولا ا بي. دونك خصني نقص شي شوية من هنايا ونشوف شنو العلاقة اللي ممكن نقص بها. هي هادي. دونك جوج جي بي هي مع واحد جي ا
مع واحد جي السيرة تولي زيرو اتفقنا، خصني نحاول ندبر عليها. خمسة اش جي عفوا ربعة اش جي زائد خمسة جي ا، غادي نخلي لها واحد جي ا، يعني هي جي ا وربعة جي ا غنزيدها في التالية زائد ربعة جي ا. مزيان زوج جي بي، يعني زوج جي بي نكتبها تماك ماشي مشكل اتفقنا، يعني غير جوج عندي ما نزيدها ولا نقص. زائد خص تكون عندي زائد جي سي، خصني ندير ناقص أربعة جي سي اتفقين؟ علاش؟ باش يبقى لي نفس المتساوية. ألوغ هذا راه عندي ديجا منتجين منعدمين ياك، إذا هذا غيمشي تبقى لنا أربعة أش جي زائد أربعة، هنا نعمل بأربعة جي أ ناقص جي سي منتجين منعدمين، إذا تولي أربعة أش جي. نقدر نضرب واحد على أربعة وتمشي هذيك الربعة تبعدنا، هيا نضربها في واحد على أربعة زائد هذه الجي أ، هذه زائد سي جي كتب المنتجات المنعدمة، راه ضربنا في واحد على أربعة مزيان. هذه سي جي جي أ نقدر نجمعهم، علاش؟ لأن أنا باغي أش جي ما نتوشيش فيها. علاش ما جمعتش أش مع أ؟ لا، لأن أش جي بغيتها شتو، و أ سي بغيتها، إذا هي سي جي زائد جي أ هي سي أ، يعني أش جي زائد سي أ تساوي منتجها منعدمة، يعني أش جي تساوي ناقص، يعني هي أس. مزيان، و دونك شنو؟ أش جي كتساوي ناقص تساوي أس، يعني ديريكت هما إذن أ سي جي أش ولا أش عفوا جي أش أسي متوازي، جي أش أسي متوازي أضلاع. مفهوم واضح؟ استعملت المعطيات نتاعي بكل بساطة وحاولت نجمعهم ودرت درت الشكل، درت التمرين بسهولة. إذا باش نوضحوا الشكل هنا، أش فين غادي تجي؟ جي أش أسي، جي أسي جي أش، دونك أش جي كتساوي، يعني جي أش كتساوي سي أ، جي أش كتساوي سي أ، يعني أش غادي تكون هنا، غير باش الشكل يكون حدانا صحيح، وما يحتاجها. هنا غتكون اش صافي باش يكون هذا متوازي بعدا. جي اش اسي، جي اش اسي متوازي الاضلاع، وعندي اش جي كتساوي اسي صافي، هي هاديك. رور السؤال الثاني واضح وخدمناه مزيان. السؤال الثالث نكون معطيات ما نساهمش، شنو لقينا؟ لقينا في هذا السؤال هذا لقينا اش جي كتساوي اسي، ما مساوهاش، لتكون او منتصف ا بي، فين هي او منتصف ا بي؟ هنا او صحيح، او منتصف ا بي، اش كتعني هادي؟ غادي نشوفو بعدا كيفاش نورغانيزو داك الشيء، كيفاش ننظمو، كيفاش نخدمو. شوف مزيان هنا، بين ان جي و اش و او مستقيمية، هادو ثلاثة مستقيمية، شنو خصني ندير؟ نحسب واحد جوج، مثلا نحسب اش جي بدلالة اش او، ولا اش جي بدلالة او جي مثلا. انا كنفضل هذا اش جي ديجا عندي بدلالة اس، بدلالة النقط الاساسية كما كنقولو دايما، هيا اش جي بدلالة اس. مزيان، نحاول نحسب مثلا او جي بدلالة اس، نحاول نحسبها او جي بدلالة اس ونشوف شنو عندي. او منتصف ا بي، وعندي جي منتصف بي دي، وعندي دي منتصف اس، اذا ممكن، اذا ممكن نحسب او جي بدلالة ا اس اتفقين؟ نكتبهم هنا. او منتصف ا بي اش كتعني؟ او منتصف ا بي كتعني ان بي او كتساوي واحد على جوج بي ا. انا كنحتاج العلاقه اللي غادي نحتاج هي اللي نخدم بها، علاش؟ باش بلاتي انا خصني ندير، خصني نبين ان او جي بدلاله اس، نكتبها اتفقين، او جي بدلاله اس، هذا هو اللي بغيت انا ندير. علاش؟ لان حسبت اش جي بدلاله اس. مزيان، باش نلقى علاقه بين اش جي و او جي ياك، باش يكونوا مستقيمين خصني نكتب حتى او جي بدلالة اس، ماشي غير اش جي، حتى او جي، وندير علاقة بيناتهم. باينة ياك؟ واش باينة؟ باينة الفكرة 100%؟ صافي مزيان. الوغ كيفاش نكتب او جي بدلالة، عشان رسمت الشكل باش يبان لي الفكرة، هادشي ما كان. كيفاش نكتب او جي بدلالة اس؟ كنعرف بأن او هي منتصف، يعني نقدر نفوت من هنايا، نقدر نقول او جي
كتساوي بي زائد بي جي. اذا خصني بي بدلاله ابي مثلا، وخصني عاود عليك بي جي بدلاله بي دي، باش هاد الجوج نجمعهم ويعطوني ا دي. و ا دي منتصف ا سي، يعني نقدر نكتب ا دي بدلاله ا سي، لان دي منتصف ا سي هذيك المعطيات. طيب اذا نستعملوا المعطيات او منتصف ا بي، اش غادي نقول؟ اذا او بي كتساوي 1 على 2 ا بي، انا داكشي اللي بغيت. اذا او بي تساوي 1 على 2 ا بي، عندي الحق لانه منتصف. مزيان، عاود جي منتصف بي دي هي عندي في المعطيات، جي منتصف بي دي راه بيناها، جي منتصف بي دي اش كتعني؟ شوفوا شنو بغيت انا، بغيت هاد الطريق. اذا بي جي كتساوي 1 على 2 بي دي. مزيان، عاود دي منتصف، دي منتصف شنو؟ ا سي، يعني واش دي منتصف ا سي؟ شنو غادي نحتاج؟ غنحتاج ا دي بدلاله ا سي، يعني ا دي كتساوي 1 على 2 ا سي. مزيان، غادي نسميها علاقه ا، سميها علاقه بي، سميها علاقه سي. نشوف مين نحتاج شي وحده غنديرها. مزيان، انا واش بغيت؟ بغيت الهدف ديالي هو نحسب او جي بدلاله ا سي. اذا لدينا هادو كلهم، لدينا ولدينا الوغ او جي شنو ندير؟ كتساوي بي، ندخل بي بعلاقه شحال؟ او بي زائد بي جي، او بي بي جي، نعوضهم بي شنو هي؟ واحد على جوج ابي بي جي، واحد على جوج بي دي، نعمل واحد على جوج ابي زائد بي دي، واحد على جوج بي بي علاقات شهر، جمعها تولي ا دي. ا دي شنو هي؟ على جوج ا سي. شنو كتساوي؟ أسي، وهذا السؤال هذا من السؤال السابق، أسي وشنو هي؟ أسي، أجي، تساوي أسي، من السؤال السابق هذا بين قوسين، إذا أجي تساوي 1 على 4، أسي نعوضها أجي. إذن بكل بساطة أ و جي و أش مستقيم يا سيدي. فقط كالعلاقة ما سميناها مصطفى العلية سيدي، الله يجعل البركة، تمرين واضح وبسيط.